بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طلابي طلاب الصف السابع في مدارس جيل المستقبل مع درس جديد من دروس كتابنا المقرر في مادة اللغة العربية في هذا اليوم الاثنين السادس من شهر نيسان عام 2020. كنا في درس القواعد السابق قد تعرفنا على أول نوع من أنواع المعرفة. قسمنا الاسم في اللغة العربية إلى اسم نكرة واسم معرفة، وكنا قد تعرفنا على النوع الأول وكان اسم العلم. وقسمنا اسم العلم إلى اسمين وكنيتين ولقب، وهو أول نوع من أنواع المعرفة. ننتقل إلى الأنواع الثاني والثالث والرابع، لأننا كما اتفقنا فيما مضى أن المعارف سبعة. مر بنا اسم العلم، اليوم سنتحدث عن ثلاثة أنواع من أنواع المعارف، ألا وهي المعرف بأل والمعرف بالإضافة والمعرف بالنداء. الآن مر بنا في قصيدتنا السابقة في الدرس الماضي: سقى الله عند اللاذقية شاطئا مراحا لأحلامي ومغنا وملعبا، وأعشق برق الشام إن كان ممطرا حنونا بسقياه وإن كان خلبا. بيتان للشاعر بدوي الجبل. أما رشيد أيوب: يا ثلج قد هيجت أشجاني، ذكرتني أهلي وأوطاني. الآن لو اخترنا مثلا ثلاثة أسماء من هذه الأبيات، مثلا كلمة شاطئ، كلمة مغنى، كلمة ممطرا، وطلبت منك عزيزي الطالب أن تحدد لي نوع هذه الأسماء الثلاثة، أهي أسماء نكرة أم أسماء معرفة؟ ما نوع هذه الأسماء؟ سيكون جوابك هي أسماء نكرة بالتأكيد، وخصوصا أننا نوّناها، ما هيك؟ طيب، وهي لا تدل على مدلول معين. أتتذكر هذه المعلومات؟ الاسم الذي لا يدل على مدلول معين هو اسم نكرة. شاطئا، ممطرا، مغنى، هي أسماء نكرة. لو أضفنا أل التعريف لهذه الكلمات سيصبح عندنا الشاطئ، المغنى، الممطر. هل هذه الكلمات باللون الأزرق، الكلمات التي كتبتها الآن، هل هي نكرة أم معرفة؟ هي معرفة لأنها أضحت، تدل على مدلول معين. عندما قلت شاطئا أي شاطئ، أما عندما أقول الشاطئ فإنها تدل على مدلول معين. من الذي أعطاها هذه الدلالة؟ طبعا التعريف، فقد كانت الأسماء نكرة وأصبحت معرفة بفضل التعريف عندما أدخلت عليها التعريف. إذن يتحول الاسم النكرة إلى معرفة. اليوم نحكي عن ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أدخلت على الاسم التعريف. الحالة الثانية مثلا لو أخذنا هذه الكلمة برق لوحدها، وأعشق برقا، برق لا على التعيين، هل يدل على تدليل على مدلول معين؟ هل يدل على برق معين محدد دون سائر غيره؟ طبعا لا يدل على مدلول معين، وأعشق برقا. أما عندما حدد دل على برق محدد، أي برق؟ برق جدة، برق القاهرة، لا، قال برق الشام، أعشق برق الشام. ما إعراب الشام؟ ستقول لي أن إعرابها مضاف إليه. طيب، هل هذا المضاف إليه نكرة أم معرفة؟ معرفة. ما الذي حول كلمة برقا قبل قليل؟ قلنا برق خارج البيت الشعري.
ما الذي حول كلمة برق من نكرة ما لا أقل التعريف إلى معرفة؟ إن الذي حولها من نكرة إلى معرفة هو إضافتها إلى معرفة. إضافتها إلى معرفة. يوم أن عددنا أنواع المعارف في درس النكرة والمعرفة، قلنا أول نوع عندما كتبناها في بشجرة أو بخريطة ذهنية بالمفاهيم، قلنا أول نوع وقت الضمير، الضمائر المنفصلة والمتصلة كلها من المعارف. إذن وبالتالي يا شباب، عندما يتصل أي اسم بضمير فهذا يعني أنه أضيف إلى ضمير، وبالتالي أضيف إلى معرفة فأصبح الاسم معرفة. يعني ذكرتني أهلي، كلمة أهل لوحدها نكرة. عندما اتصلت بضمير يا المتكلم هذا ضمير وهو معرفة، وفي الإعراب نقول في محل جر مضاف إليه الضمير الذي يتصل بالأسماء، وبالتالي يكون الاسم أهل قد أضيف إلى الضمير المتصل يا المتكلم، فنقول عرف بالإضافة أو أضيف إلى معرفة فأصبح معرفة أيضا. طيب أوطاني كذلك الأمر، أوطان نكرة اتصلت بها يا المتكلم وهي من الضمائر والضمير من المعارف، وإعرابه هنا عندما اتصل بالاسم في محل جر بالإضافة، وبالتالي أصبحت كلمة أوطان مضاف إليه. الآن لو قلنا يا شباب، لو قلنا مثلا التقيت بطالب علم، ستقول لي أنه علم مضاف إليه، كلمة طالب أصبحت معرفة لأنها أضيفت، ولكن سأقول لك لا، هل أضيفت إلى نكرة أم إلى معرفة؟ كلمة علم هل هي نكرة أم معرفة؟ سيكون جوابك هي نكرة. إذا النكرة أضيفت إلى نكرة تبقى نكرة، أما النكرة عندما تضاف إلى معرفة فتصبح معرفة. كلمة برق معرفة، من الذي أعطاها المعرفة؟ من الذي جعلها معرفة؟ إضافتها إلى معرفة. الآن النوع الثالث، قال أي اسم نكرة؟ أي اسم نكرة؟ أخ، أخت، طالب، معلم، إذا سبق بأداة نداء يصبح معرفة، يعني يقصد تعيينه بأداة النداء. يا ثلج، طيب ثلج هل لها أل التعريف؟ لا. هل أضيفت إلى معرفة؟ لا. طيب ما الذي جعلها تدل على مدلول معين؟ نحن لا نقول ثلج، ثلج لا على التعيين، عندما نقول يا ثلج إذن هناك ثلج معين نحن نخاطبه، نحن يا أخت، يا أخ، يا معلم، يا طالب، كلها أسماء نكرات، ولكن ما الذي يقربها أو يجعلها معرفة؟ تعيينها بالنداء. صار لدينا ثلاثة أنواع جديدة من أنواع المعرفة، يتحول الاسم النكر إلى معرفة إذا عرف بأل، وإذا أضيف إلى معرفة، وإذا قصد تعيينه بالنداء. يتحول الاسم النكرة إلى معرفة. واحد، اثنين، ثلاثة. واحد، إذا عرف بأل. اثنين، إذا أضيف إلى معرفة. ثلاثة، إذا قصد تعيينه بالنداء. الأمثلة التي مرت معنا في شواهد الدرس، عرف بأل قلنا ممطرا، عرفناها بأل فأصبحت الممطر نكرة تحولت إلى معرفة، أضيف إلى معرفة برق نكرة، أضيفت إلى معرفة
برق الشام، وأعشق برق الشام، فأصبحت معرفة. ثلج نكرة قصد تعيينها بالنداء يا ثلج، فأصبحت معرفة. طيب اقرأ ثم أجب. حجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلام، لو رضوا بالحجاب هانة ولكن منعوها يوم الرحيل الكلام. عزيزي الطالب، تعاون أو تعال لنتعاون مع بعضنا لنستخرج ثلاثة أسماء معرفة بأل من هذين البيتين. اسما نستخرج أيضا اسما معرفا بالإضافة يعني مضاف إلى معرفة، واسما معرفا بالنداء. حجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلامة. الرياح نكرة أم معرفة؟ معرفة. ما نوعه من بين المعارف؟ معرف بأل، الرياح. يا ريح بلغيها السلامة، لو رضوا بالحجاب هان الحجاب، أيضا معرف بأل. الآن اسم معرف بالإضافة، استخرج اسما معرفا بالإضافة، إما قلنا يكون جاء بعده مضاف إليه معرف أو معرفة، أو اتصل بضمير. حجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلامة، لو رضوا بالحجاب هان ولكن منعوها، ما إعراب الرحيل؟ مضاف إليه. هل هو نكرة أم معرفة؟ معرفة. إذا أصبحت كلمة يوم معرفة لأنها أضيفت إلى معرفة، يوم الرحيل. الاسم المعرف بالإضافة هو يوم. طيب اسما معرفا بالنداء، لا يوجد إلا مثال واحد في هذين البيتين، قلت يا ريح، مر معنا بالدرس، يا ثلج، يا ريح. أرجو أنكم قد فهمنا هذه الأنواع الثلاثة، استوعبنا جيدا هذه الأنواع الثلاثة من أنواع المعرفة. إلى أن نلتقي في درس قادم من دروس اللغة العربية، أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.